نعم، تفضل يا أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياتي لكم يا أخي. السلام. تفضل. الله يعطيك العافية. أنا من مكة وحجيت بس حرمت من منشد العمرة، ما أدري صحيح. نعم. عاد السؤال عبد الله. أنا من مكة. إيه. وما حرمت من البيت. يرتدى. طيب. من هو من هو أحرم بالعمرة ولا بالحج من التنعيم؟ لا، أحرم بالحج. نعم. يا شيخ، الحج يحرم من مكة، ما حاجة يخرج إلى التنعيم. طيب. يحرم من مكة من مسكنه، إنما جه. العمرة إذا أراد العمرة وهو في مكة لابد يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى حدود الحرم ويحرم من خارج الحرم. نعم.